وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. رحمه الله. شوف الاحتراز، هذا رد على الذين يغلون في إثبات الكرامات ويعبدون الأولياء والصالحين من دون الله ويقولون لهم كرامات، فهذا رد عليهم وغلو في إثبات الكرامات. نعم. وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. فلا يستحقون العبادة كما عليه القبوريون الذين تقربون إلى الأموات ويعتقدون في بعض الأحياء أنه وصل إلى درجة يستطيع فيها أن ينصرهم وأن يعطيهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله، بناء على أن له كرامات، يقولون إنه له كرامات، فهذا دليل على أنه ينفع ويضر، فهو يرد على هؤلاء. وغالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم، غالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم، الغلو في الكرامات. نعم. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا نحن نحبهم، نحب الصالحين والذين تجري على أيديهم كرامات، نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم، لكن لا نعطيهم شيئا من العبادة كما يفعله الخرافيون. نعم.